لا 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 أشرف تعال تعال هذا هذا تعال تعال بكرة ما ناخذ من وين من عندنا كستم يا عم كستم خليها كستم خلاص هيك خلاص اليوم نعلن عن كشف أثري في موقع الشيخ حمود الأثري بمدينة خان يونس والذي يرمز لأقدم حضارة إنسانية عاشت في مدينة غزة، حيث وجد أحد الفلاحين الفلسطينيين من منطقة شرق خان يونس أثناء فلاحته لأرضه رأس تمثال فقام مشكورا بتسليمه للجهات المختصة. تبين أنه يعود للمعبودة الكنعانية عنات وهي معبودة الحب والجمال والحرب بحسب الميثولوجيا الكنعانية ويبلغ عمر هذا التمثال ما يقرب من 4500 عام. طلعونا إياه بس أي أسر يا أخوان أي أسر أجيبه معك على السيارة يا أخوان.